في شك ان اللعيبه كانت مركزه في المباراه، ومفيش اصلا في مباراه هاندبول فريق ممكن يفضل ثابت على نفس التركيز بتاعه، اكيد بيحصل ضربات معينه، المهم ان الدروب ده ما يحصلش منه خسائر سكور او يحصل خسائر تاذي المباراه، وبالتالي حصل الدروب ده، انما انت كنت برضو مسيطر على المباراه ومتحكم في رتم المباراه، وعشان كده استرجعت المباراه تاني بالسكور. فالحمد لله رب العالمين، اصلا مباراه قويه ان شاء الله، اتمنى ان فريقي تبقى جاهزه للمباراه الجايه السوبر الجاي ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين على ماتش النهارده. احنا فعلا يعني في اول الشوط الثاني بعد 10 دقائق الزمالك جاب السكور تاني، بس الحمد لله احنا حافظنا على تركيزنا، واحنا الكلام ده متفقين عليه حتى من قبل المباراه، لان ماتش الاهلي والزمالك طبيعي يبقى ماتش يعني طالع نازل، مش السكور مش بيبقى على طول ايه فرقه ليدنج، اهم حاجه اللي حافظ على تركيزه حتى اخر وقت هو ده اللي بيكسب، وده اللي حصل النهارده مننا الحمد لله. طبعا الحمد لله بشكر طبعا قناه النادي الاهلي، قناه محترمه ومغطيه دايما العاب الصالات، وبشكر طبعا جمهور النادي الاهلي اللي دايما في ظهرنا. الحمد لله ربنا كرمنا بماتش امبارح وماتش النهارده، وماتش امبارح ما يقلش اهميه عن ماتش النهارده، لان كلها في الاول وفي الاخر تجميع نقط. الحمد لله ربنا كرمنا بماتش كان صعب جدا امبارح، ماتش ماراثوني زي ما بيقول، لاعبين اكتر من 70 دقيقه، 2 اكسترا تايم وبعد كده ضربات جزاء، خرجنا من الماتش ده نكد نكون مجهدين، لكن الحمد لله عرفنا نعمل ريكفري سريع لنفسنا الحمد لله، ونذاكر ماتش الزمالك كويس، لعبنا على نقط الضعف اللي عندهم واستغلنا نقط القوه اللي عندنا، والحمد لله كان التوفيق حليفنا وكسبنا الحمد لله. الحمد لله رب العالمين على المكسب اولا، طبيعي ان يحصل كان كده، ان احنا كنا في ضغط عصبي عالي، احنا خسرنا مباراه دي ازمه الدنيا، ان انت مش حامل ان انت تخسر نقطه تاني، فكنا احنا حاطين نفسنا في موقف صعب، مش في المباراه دي نفسها، ان احنا من قبل كده ان احنا خسرنا ماتش سبورتنج، بس الحمد لله بخبرات اللعيبه قدرنا نجيب مباراه تانية، لما راحت مننا قدرنا نجيب مباراه تانية، خبرات لعيبه كبيره في النادي الاهلي، كلهم لعيبه دوليه، الحمد لله رب العالمين على المكسب، ولعيبه رجاله زي ما انت شفت لعبت لاخر ثانيه، وقدرنا نفوز الحمد لله، ورجعنا نفسنا في الدوري تاني الحمد لله.